لي كده في عجاله حمزه محتاج ايه دلوقتي؟ لا اسمحي لي، مش هينفع في عجاله، ان ما عندناش وقت، هيقطعوا علينا الهوا. مش بمزاجي والله. انا بصراحه سعيد بيك قوي بالمجهود اللي انت بتقومي بيه، وفعلا البرنامج بيقدم خدمه مميزه، خدمه اعلاميه هادفه. انت بتعرضي نفسك للخطر، بتحطي نفسك في صعاب كتير عشان والله انا ياما قابلت ثانويين في حياتي. اسكت. المطريه كلها اتلمت حوالينا، وشفت جرؤتك وقد ايه كنت عايزه تظهري قضيه حمزه، وانا عندي امل كبير ان شاء الله القضاء المصري العادل هينزل المتهمين في قضيه حمزه لمحاكمه جنائيه سريعه. واحنا من هنا أتمنى. بعد ما جات لي الرساله من الاستاذ محمود عمران المحامي ومجموعه محامين المطريه المحترمين، بنقول ان القوات المسلحه المصريه بنشكرهم على تعاونهم مع حمزه وتوفير العلاج. هو دلوقتي في حاله طبعا فائد للنطق، لان الحاسه اثرت عليه تماما، وعنده صعوبه في تحريك الجزء الايمن. عموما انا عندي خبر حلو، عندي خبر حلو. ثانيه واحده، اقول حاجه حلوه، نفسي اقول حاجه حلوه يا جماعه، نفسي. اتفضلي. في طبيب قال انا متبرع كاستشاري طب نفسي لعلاج حمزه حتى الشفاء، حيث انه يحتاج لجلسات نفسيه وليس تخارب. مين اللي بعد ده؟ دكتور محمود غانم. دكتور محمود، ممكن تاخدني انا كمان مع حمزه؟ اوفر. احنا بالمناسبه من برنامج حضرتك، احنا كمان بنتطوع ان مبادره مع لانقاذ الاسر المصريه عندها مجموعه من الاخصائيين النفسيين، المبادره مع لانقاذ الاسره المصريه عندها اخصائيين نفسيين، واحنا كمان هنساهم مساهمة بسيطة مع حمزة في علاجه، وبنطلب من القضاء مصر العادل الشامخ من خلال انه يسرع في الحكم. وانا كمان معاك، اشكرك يا استاذ وليد، شكرا جزيلا. كان نفسي اتكلم معاك كتير جدا جدا جدا، بس انا نقعد نتقابل ومش هتبقى اخر مرة. الثانويين كتير والحوادث كتير، واكيد هنتجمع ان شاء الله.